جزاك الله خير. لكن لي طلب أخير وهو وصيتك للشباب في كندا ولو بدقائق محدودة. والله إذا كنت أريد أن أوصي الشباب في كندا فهو أن لا يكفروا سواد الكفار في هذه البلاد، وأن يعودوا سراعا إلى بلاد المسلمين، لأنه إذا كان قول أولئك الناس الذين عرفوا بجماعة الجهاد والتكفير، إذا كان قولهم كل بلاد الدنيا سواء، له وجهة نظر بالنسبة لانتشار الفساد في كثير من البلاد الإسلامية، لكن بلا شك أن هناك فرقا بين بلد إسلامي أصيل بدأ الانحراف فيه من قريب أو بعيد، فهو مع ذلك يحتاج إلى زمن طويل حتى يصبح كالبلاد الأوروبية أو الأمريكية في انتشار الكفر والوثنية والخلاعة والتبرج والفحش وإلى آخره. ولذلك نحن نقول حنانيك بعض الشر أهو من بعض، فلا ننكر أن في بلاد الإسلام كثير من الانحراف، لكن إذا قوبل بالانحراف الذي هناك فلا يذكر هذا الانحراف، وما كان من الانحراف في البلاد الإسلامية فهو قل من جل مما هو هناك. ولذلك فنصيحتي لهؤلاء المسلمين الذين اضطروا أو غرر بهم، نحن ما نستطيع أن نصدر حكما عاما على كل فرد منهم، لذلك أقول نصيحتي لهؤلاء الشباب الذين اضطروا إلى أن يسافروا، ولا أقول أن يهاجروا لأن العكس هو التمام هو الكمال، وهو أن يهاجر الكفار من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس العكس الواقع اليوم أن يهاجر المسلمون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر الأمريكان، ويسمونها أيضا بغير اسمها المهجر، أليس كذلك؟ فالواجب عليهم أن يدعوا تلك البلاد في أقرب وقت ممكن، سواء من كان منهم مضطرا أو مغررا به، أن يعودوا إلى بلاد الإسلام ولو أن يعيشوا شظف العيش، لأن الله عز وجل تولى لكل إنسان رزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في بعض الأحاديث الصحيحة أنه قال إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أنا أقول هذا مع علمي بوجود متناقضات في الشباب هناك، فمنهم من يخرج من هنا لم يكن يعني يتعرف على شيء من الطاعات والعبادات ثم يعود ما شاء الله ملتزما للدين، ومنهم من يخرج وقد كان على شيء من الدين ولكنه يعود أبعد ما يكون عن الدين، ومنهم يعود إن عاد كما كان من قبل، لا يهمه من الحياة إلا أن يعيش كما تعيش الأنعام، ويصدق عليه الكلام السوري تي 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 مثل ما رحتي جي تي. فنصيحتي إذن هو أن يتقوا الله عز وجل وأن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأول فرصة تسنح لهم. جزاك الله خير. وهي أخوك. الله يحفظك. خذ يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير.